بلشنا. السلام عليكم. هلا هلا. حاليا موجودين بعبدون. بديش اقلب الكاميرا. خليها مفاجأة. اقلبها اقلبها خلاص. هلا هلا تعبين. تعبين. اي اطلع فوق. طيب ما بقول له. اطلع فوق. يا اخي قوم. فوق السيارة كلها؟ امسك. لحاله يطلع كله لا. عادي فوق السيارة سيارة. انت افتح الايفون. ما هو عشان يبينوا لجماعة الخير هذول. كلنا نطلع عشان تطلع. ايفون 7 9 اف. كيف بتطلع؟ من هون يا لحبي. لا لا. كم وصلت عيليتك؟ كم وصلت عيليتك؟ كيف يعني؟ كم اخذت؟ كم مصاري صار معك؟ 130. شباب هذا حبيبي. شو وسام بدك تتسلق؟ بدي 130. مين فوق صار؟ ايمن. فيديو هو شغال؟ فيديو شغال. يا سلام. على اللايف والله. ايه والله؟ طب خلينا نعطيها ترسيك. صلاتك يا نبي. اهلا وسهلا بالجميع. نورتوا المنطقة يا رجالة. طب صوت اسمع صوت وين دول جوا اي شيء. يلا 3 2 1 اكشن. عطية لعين. امسك. لا يا زلمة تعال والله صور من عندك. صور من عندك. ليش من فوق؟ وسام من عندك صور هيك. يوسف تردوش من تاسنا ابعد جربت لك كلمه لوين بتجو بصراحه وقتك كلمه لوين بتجو جنن كلمه لوين بتجو بسرعه كلمه مش كلمه جنن فاهمين كلمه لوين بتجو انت فارس الحلقه راح تكون كلمه لوين بتجو انسى يا شيخ جنن طلع برا كلمه لوين بتجو طز تعال تعال كلمة لوين تجو والله انا مشيو والله انت حبيبي كلمة لوين تجو لايف فيسبوك والله اول مره اشوف ولك شيخني يوم يومك احتياط جاي بركي صار يجي هاي اول ورده وسام علي انا لا اول ورده هون مش وسام علي الورده على فكره هذا فيديو شو حاب تقول وسام هاي صار وردتين لو سام علي وردتين وايفون وردتين وايفون لا هاي صورة ها وين ابو 130 برا عبلي 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 والله انك تعال ورا وسام علي وردتين لهلا وسام علي لا 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 لا
يا مرحبا. كلمة لو سام علي بجنن يا زلمة، كل الناس بتحب تطلع الجماهير يا زلمة. ايوه احباب وسام علي، الجماعة بحبوه، شاب محبوب. سام علي عن جد احرجت، شكرا شكرا. انت مالكش طيارك على الناس. ايش يقول سام علي، ايش رايك في القصه اللي بتصير؟ رائع. بس هنا جايين تصوروا ايش بطيخه حواليك هيك كل يوم وبغسل فنيات. ولا ايش الله تكذب ولا بسال. كلمة لوين دجو؟ سنة شو كنن؟ هذا على فكرة فرس الحلقة، هذا من أول ما شفته مليونير. أنت أبو 130 ليرة؟ آه. شفت؟ صرت أعرف أكثر من سام. يلا أضحك. اسمع عندك البوت اللي بركض لحاله؟ طب مصاري جيب، جيب لي ورد. طبعا عبدول كلها سكرت، العزقة خرافية والناس بيجي. اوكي انتهت، تبع السناب شات كامل على راسك هسه. ابو سام يا ويلي انا. لكن من يوم انا جيت اعرف الراب السعودي الحقيقي ابتدى. كل من ايوه
ايش؟ شو وسام؟ ايش يقول؟ شو شعورك انت هلا؟ يعني محل اضواء والورود شعوري وانا ايش؟ كل القصف كل ليش؟ شو بتلعب حديد؟ هون استغلال طاقات موارد. وسام كلمة اللي بشوفوك. هاي انتوا ليه بتشوفوني؟ انتوا ليش مش معنا في عبدون؟ هذا السؤال القوي. غير للناس اللي برا الاردن. طب شعورك انه ولا ورده وصلتك لهلا؟ ها؟ انا ورده نفسي. بوب وهيك بنصلح السياره بدقيقتين. كنت ولا اشي فجأة صرت اشي وانت تزيد اللي قال لك قصة غايط كبير جزاته بطولة منتدى صح اني مالي كم سنة لا ولا شاركت منتدى لا هيك شو عم تحكي للوند الجو والله اني بحبك بس طيب ايش حاب تحكي للوند الجو؟ مش حاب احكي للوند الجو. ايش طب ايش حاب تحكي لي؟ بحبك على قلبي انت. عادي طبعا انزل انت عاوز تروح فين؟ ايش اسمك؟ ايش اسمك؟ ايش حاب تحكي للوند الجو؟ مرحبا ايش حاب تحكي للوند الجو؟ مرحبا بس؟ بس وانت؟ مرحبا اهلين ابوك عليها اهلين ايش حاب تحكي للوند الجو؟ وند الجو حاب مرحبا مرحبا كمان بتجنن الله يسعدكم زي ما سعدتم ثاني مرة نحكي لهم ناس أحلى منك بتقيس ايش حاب تحكي للوند الجو؟ أحلى منهم ما فيش يلا عاد يلا عاد ايش أحلى منهم؟ والله احنا كمان والله طب هم ولا مليون دينار لا اكيد مليون وين اوقع لا احنا مسوينه انا مش شايف اصورك انت مش شايف هيك كمان طب شو سر نظرتك لاخوك تعال سيف ورجي الصوت سيف تعال وين سيف ايوه تعال سيف كلمة الوند الجو بجنن شو كمان بس ممكن دقيقة بس لو سمحتوا تعال تعال كلمة للوند الجو يعني انتكت العالم وانا هاي الكلمة لا بجنن والله يوفقهم ايش عرفت للوند الجو الله يوفقكم بس بحس الناس بتقول دخلوهم الجنة فايتين على الحال ولا ايش؟ كل الله يوفقهم الله يوفقهم فايتين وسام وسام اكثر دعوة اجتكم الله يوفقكم فايتين امتحان انتم الله يوفقنا الله يوفق الجميع كلمة للي بيشوفوه جادو انت جون يا شو قاعد توشوشو بسرعة أكثر الناس بحبهم على سناب شات منهم الويندوج إيش اسمائهم الشباب موجودين معنا وسام قطب وسام علي ليت علي خليل حاسك قاعد بتسمي أسماء أكل وسام قطب الناس اللي بحبهم بسمع لهم هذا بيكذب كذاب لمين جماعة مسيلة وسام علي عليك طلب بتصورني ولا بتصور لا بصورك الله جاني اهداء كفر لا مان هاي التليفون تكملته
يلا خلينا نقرا شويه كومنتات. فطوم تحكي بس حبت تحكي مرحبا. شوف هذا الكفر لك؟ هذا الكفر لك مان الله بده معه وسام كمان تليفون. تعال نقرا الكومنتات اللي تبعتوها. فطوم يا ريتك كنت هون. لكل اللي بيسألوا هذا الحكي طبعا جم حديقة فرانكل بعبدون سلاخ بتموت فيكم كلكم أوس بلكم نورين. وينك يا خليلي؟ مش جمل هاي شغل النساء اتوقع لا اتوقع شغل مية بظهر انا كنت بستنى والله اكيد لا كان بالعكس دوق دوق بالعكس 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 ده كل اللي بيسأله احمد الخليلي موجود في السعودية حبيبي قاعد اقرا كومنت فكرتك مي مي دمية عمار كل مي شفت كلامك عندي والله مي وقهوة ودخان قهوة جبناها دليفري لو سمحت مي ارفع ايدك ايش شعورك هلا انت ورد كفرات وسام ايش شعورك؟ خلاص يا بحبش الشهرة يا عمار بحبش الشهرة لو سمح وسام ابيعه على النص ليش هاي اخمل منها؟ هاي فيها حشيش كثير خليك مشغول يا خلاص سير عليك تخش صب على الدور بس كم شوي تصب يعني صور معاهم قبري هلا والله هلا والله قال ليش الشرطة تيجي تنظم السير مرحبا اهلا وسهلا كيف صحتك الحمد لله ايش شعورك انت هلا واقف هون احلى ايش بالعالم طب كلمه للولد جو بحبكم كثير شو كمان بس شو كمان بس شو كمان ولا شيء ثلاثه بس انت معنا كيفك الحمد لله كلمه للولد جو احنا كثير بنحبكم مبسوطين ان شفناكم اليوم شو كمان كل عام وانتم بخير شو كمان ماي بطلع
احنا موجودين بعبدون جنب حديقه تنك الاسكان. ايش يا عمار؟ سيدني؟ لا هي لا صورها لا يا مئة مرة أقول لك لا. نعم كلمة للوين جو؟ بعشقكم يا ويلي أنا وسام. كلمة لأحمد الخليلي ولك قلبي وش خايف منك؟ بدك مي أيمن. أيمن كلمة لأحمد الخليلي. خلنا أشرب المي وبقول لكم أحمد أنت وين وأنا وين؟ وسام الشارع سكر. وسام مان 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 اروح اروح قول لي اروح. واحلى وين بتجو واحلى جمهور واحلى لقاء. نزل نزل هاي عشان الاحساس. انا دقيقه شوي لا هيك احلى. ايوه صراحه في الواقع كميه من السعاده كمية من الانبساط كمل وسام لما تشوف كمل كلام مؤثر. شكرا شكرا لك بالله. يجيب الكاميرا على الصبي الحليوة هذا. تعال اوقعك يا صبي الحليوة بالله. عبالك شو اسمه؟ عبادة. ما اجت وردة. اهلا وسهلا يا عبادة. عبادة ممكن تحكي لنا من متى بتتابع الويندو جوب؟ وسام والله خليك معنا خليك معنا. من متى بتتابع الويندو جوب؟ دقيقة شوي يا عبادة. من متى بتتابع الويندو جوب؟ من ثلاث أشهر. شو رأيك في الويندو جوب؟ الناس لا خليك صريح شوي. طيب أنا كنت صريح. أحلى ناس ولا الإشي اللي بنقدمه؟ طيب أحسن إشي. شو استفدت منه؟ استفادة يعني وش وشك؟ يعني أوكي ممكن يكون كوميدي بس إلا ما نطرح قضايا فيها فائدة مثلا. في زي مرة وسام من الدخان قصة ده. أها تمام حسن استفدت منه. كنت انت بتسمع اسمي انا ايش لما عملت عن التدخين؟ ادير بالك دير بالك يا عباده لازم تدخن. شكرا شكرا لك. مش ضروري تدخن على حسابي من حلقه مفيد الدخان جدا. يلا القهوه بناتك بناتك. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. كيف صحتك؟ الحمد لله. شو عامل بحياتك؟ ولا شيء. انا جيت عند الوند جو. انا مكيف. مين الوند جو؟ وسام. ما بعرفه. عمار والله عراسي. من متى بتتابع الويندو جو؟ يعني إلي أربعة أشهر. هل تعلم الويندو جو قد إيه له؟ أربعة. يعني أول فتح الويندو جو. طب إيش كلمة الويندو جو واللي بتابعوك؟ أحلى ناس والله. أنا بصراحة انبسطت. أحلى ناس. كلمة أخيرة بسرعة بسرعة بسرعة. ويندو جو أحلى ناس واللي ما إجا راحت عليه. بس كل مكان كل مكان. طبعا الشرطي كالعادة بيمارس هواياته الرسم. عم بيخالف. يا هلا. لازم يخالفه لازم. والله صافي بغلط. لا يا عمي تستاهل. ايش مخالفة؟ تستاهل مخالفة. يعني شوف غلط شو المخالفة. هو له جائزة حسك له مخالفة. وسام علي زي ما انت شايف الشرطي عماله بيخالف. بستاهل المخالفة الشاب اللي ورا. ويش ليش ليش المخالفة؟ المخالفة وقوف خاطئ. اذا تخالفت احسابك على فكرة. لعيب لعيب على حسابك انت. انت كمدير وين جو انت اللي بتدفع المخالفه. شوي شوي على السياره بس بحب احكي لك. مخصوم منك عشان بالامور.
المخالفة ب 20 انت بتدفع 10 وانا 10 والله يضعف لمن يشاء اسولف بالتاكسي لو ارن عليه هسه بيجينا طبعا نكسبه يلا نكسب ليك شفت ليك على اليوتيوب شفت ليك على اليوتيوب علي تعال اسمع وين مين مي ولك والله شيخ مين جاب مي ناس يسمع حكي طب دقيقه اذا هيك بدي مي لعمار خد وسام علي ملبق اليوم على السيارة وسام على فكرة هو موظف الشهر موظف المساء هو بعيد اللبس الولد جو انت قد ايش زيادة عنده ايش انتماء عنده ايش انتماء هذا هون ليش الانتماء بالسيارة مش باللبس عشان تكون بالصورة بس انتماء في القلب والله خلي هاي في المي طبات المي الانتماء انتماء بالمي وسام ايش جعبالك؟ مي طلع عليك وسام ايش جعبالك؟ سيارة وسام ايش جعبالك؟ محفظة فيها مصاري الله عليك وسام قطب ايش جعبالك؟ التقوى والإيمان لا لا ما في شيء ما في ما لحسابك دينار أصدر مين؟ ما شاء الله عيني عينك مش كلمات طلع دبان صورة؟ حلو علي؟ إلا شبه الدبانة بلاش؟ يعني بدل ما أحكي أقول كز بلاش ولا كيف؟ والله أنت آخر واحد أخذت أنا ما شفت أحد أخذ بعد مش تبغى قاعد انت كيف طويل عيال التكبير طويل لا طلع كيف قلت شكرا والله شوف انا بدي اعمل لك شوف وسام قبل ما نختم ايش عم تحكي هون انه انا بحبكم كثير 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 و مش كابو يوم ولا بس ولا بس نكمل اللايف قبل ما نسكت قبل ما نختم في الواقع لا كل الاحترام وكل الحب لكم عن جد احنا يعني قاعدين بنبذل مجهود لحتى نوصل الهدف من الاشي اللي بنسويه طب ايش الهدف اللي انت هلا بتعمله لا الهدف هسه اليوم كان عندنا فعاليه وبنا يعني بس لا انت انا بديش انا زلم محترم المهم ان شاء الله نكون نقدم لكم شيء الهدف من الويند جو نقدم لكم شيء محتوى رساله نوصلها لكل الناس ان شاء الله تكونوا استفدتوا وان شاء الله نكون فدنا واستفدنا شكرا لكم كل الحب دقيقه عملهم هاي الحركه بالنسبه لي نفس الحكي اللي حكاه عبلي لا بالضبط كيف لا ايش حكى عبلي حكى اجت الشرطه هلا والله اسمع هلا يا قلبي هلا مدير كلمة سريعة 20 سريعة حاب أقولكم إنه كان اليوم جدا جميل طبعا إحنا دائما مبسوطين بوجودكم هجموا علينا الشرطة ما بنفع غير الشرطة ونسكر لأنه سكر الشارع صراحة وهيك كون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم مع مخالفة تصبحوا على خير سكر